السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نشرح عن إضافة عقدة لكن من نهاية linked list. هاي العقدة يعني بالدرس السابق ضفنا عقدة جديدة، ضفناها إلى بداية linked list إلى رأس القائمة. هالمرة راح نضيفها إلى نهاية القائمة. حاليا عندنا هذا الكود، لو ننفذه الكود مال إنشاء العقدة وطباعتها فقط. فروح على ويندوز Show View Console. لاحظ أطي أول عقدة، بقية العقد هو يبني لي إياها 0 1 2 3 بهذا الشكل. هسه أريد أضيف عنصر إلى نهاية العقدة، يعني نفس هذا الترتيب راح يطلع لي، بالأخير راح ينضاف لي عنصر. فراح أجي هنا أسوي دالة جديدة أسميها New Link مثلا Last إلى نهاية العقدة بهذا الشكل. هذه الدالة راح ابني داخل العقدة واربطها مع linked list. حاليا اجي اذا اريد ابني عقدة جديدة، فقلنا ناخذ object node اسم العقدة بي تساوي new node، ادزلها القيمة، خلت تكون هنا القيمة افتراضية مثلا 3 4 وتشير الى النل بما ان اخر عقدة راح تصير. بعدها راح اجي اسوي while او اخذ نسخة تعامل ويا الهيد، حتى تعامل ويا الهيد رأس القائمة راح اخذ نسخة من عنده بهذا الشكل. وقلنا ليش ناخذ نسخة من عنده؟ حتى ما نضيع رأس القائمة، لان اذا ضاع من عندنا الهيد بعد ما راح نقدر نوصل للينكد ليست باكملها. حاليا نسوي while حتى اريد اوصل نهاية اللينكد ليست مالتي، فخليها داخل وايل اقول له الكي كي دوت نيكست بهذا الشكل، كي دوت نيكست لا تساوي النل، فراح يظل يدور بالدوارة ويقول له كي تساوي كي دوت نيكست لحد ما يصل الى نهاية القائمة. راح اربطها بالبي. شلون اربطها؟ مجرد ما اقول له كي دوت نيكست تساوي البي بهذا الشكل، تم ربط آخر عقدة باللينكد ليست مالتنا. هسه خلنا نجي ننفذ تنفيذ. هسه المفروض من أنطي رأس القائمة 4، المفروض راح يطبع لي، أو خل أعطي هنا 5، راح يطبع 0 1 2 3 4 5. بالبداية 5 عفوا، وبعدين 0 1 2 3 4. لاحظ 5 0 1 2 3 4، هذا العنصر الأخير اللي ضفناه إلى نهاية العقدة باستخدام دالة new link last. هاي طبعا الكود مال دالة، مجرد إنشاء عقدة جديدة وربطها مع linked list.